طفلك رائع جدا، لكنه يعاني من انسداد الأنف بسبب المخاط المتراكم في أنفه، ولا يستطيع التنفس من الفم في الأشهر الأولى، وهذا يسبب له الانزعاج والاختناق في التنفس. وهنا يأتي دورك في تنظيف أنفه بشكل جيد، لكن الأمر ليس بالسهل عليك باستعمال السحابة المخاطية القديمة، فهي ليست عملية في الاستعمال، متسخة، لزجة، وجد مقرفة من الداخل. على عكس جهاز نوز فريدا، اخترعه طبيب أطفال سويدي متخصص في الأنف والأذن والحنجرة. نوز فريدا، مصاصة المخاط، ذكية، آمنة، صحية. أولاً قم بتليين المخاط السميك برش القليل من المحلول الملحي الطبيعي، بعد ذلك ضع الأنبوبة في فتحة الأنف دون إدخاله، ثم قم بامتصاص المخاط. رائع، تمت إزالة المخاط. اطمئني، نعلم في ماذا تفكرين. جهاز نوز فريدا يحتوي على مرشح صحي يمنع مرور المخاط ويمنع مرور جراثيم البكتيريا أيضا. الآن ارمي المرشح ونظف الجهاز من المخاط بالصابون والماء، وقومي بتركيب وجمع قطع الجهاز بإحكام، والآن أصبح جاهزا للاستعمال مرة أخرى. أوه، ليس لهذا الغرض، لدينا جهاز آخر لذلك. ستقومين بمهام كبيرة كونك أم، فاستعدي لامتصاص المخاط من أنف طفلك باستعمال جهاز نوز فريدا. الآن أصبح لديك الحل لانسداد الأنف. فريدا بيبي، تخلصي من الضجيج.